الدائرة المثلثية كل علو عنا دائرة منسوبة لمحورين، محور أفقي محور الفواصل، هذا محور الكوساين، والمحور الشاقولي محور التراتب هو محور الساين. الأفقي كوساين، الشاقولي ساين. خليك معي. نصف قطر الدائرة واحد، يعني المسافة من هون لهون شو بتكون؟ واحد. والمسافة من هون لهون واحد. نصف قطر الدائرة شو لنا؟ واحد. رح نتعلم إشارات الأرباع. عندنا أربع أرباع بالدائرة. المنطقة هون شباب نسميها ربع أول. هذه ربع أول. هون ربع ثاني. هون ربع ثالث. هون ربع رابع. عندنا أربعة أرباع. كل إشارة، كل ربع له إشارات للنسب المثلثية. في إشارات للنسب المثلثية. نجي على الربع الأول. نأخذ زاوية من الربع الأول. طبعاً في شغلة قبل ما بلش بإشارات الأرباع. تقسيمات الدائرة كتير كتير مهمة. الدائرة تبدأ بالصفر درجة. من هون لهون ربع دورة. تجي لهون 90 درجة. 90 درجة يعني بيعة 2. بيعة 2 راديان. من هون لهون كمان 90. 90 و 90 180. هون بتكون البي راديان. لسه 90 لتحت بتكون 3 بيات على 2. شوف بيعة 2 وبيعة 2 وبيعة 2. 3 بيعة 2. مو 2 بيعة 3. 3 بيعة 2. يعني 90 180 270. هي 270 درجة نفسها 3 بي على 2. نكمل الدورة الكاملة ترجع بتصير 2 بي. ال 2 بي يعني 360 درجة دورة كاملة. بترجع لعند مين؟ لعند الصفر. بتكون أتممت الدورة كاملة. هاي تقسيمات الدائرة المثلثية. هل بين الصفر والبي على 2 نختار زاوية بالربع الأول. لا تكتب بي على بعدين تكتب كل شيء سوا. بالربع الأول هون تعالوا نسقط على محور الكوساين. لاحظوا هون مبدأ الأحداثيات صفر صفر، تمام؟ من هون على اليمين موجب، من هون على اليسار سالب، من هون لفوق الساين موجب، من هون لتحت الساين سالب، من هون على اليمين الكوساين موجب، من هون على اليسار كوساين سالب. نحن نجي على هالزاوية هاي اللي موجودة بالربع الأول. بدنا نعرف مين موجب بهذا الربع، كوساين أم الساين. نسقطها لتحت على محور الكوساين. وقع الكوساين على اليمين، الكوساين على اليمين موجب. اسقطها لفوق، لفوق الساين موجب. لاحظ بهذه المنطقة موجب، موجب لأنه على اليمين ولفوق. فبالربع الأول الساين موجب والكوساين موجب. النسب المثلثية شو هن؟ هن الساين والكوساين. إذا بنقسم الساين على الكوساين بيطلع التانجنت، وإذا بنقسم الكوساين على الساين بيطلع الكوتانجنت، هو مقلوب التانجنت. فلاحظ هذا موجب والكوساين موجب. موجب على موجب التانجنت شو بيكون؟ برضو موجب. موجب على موجب والكوتان موجب. إذا في الربع الأول جميع النسب المثلثية موجبة، لذلك بنقول الكل موجب. إذا بالربع الأول الساين موجب والكوساين موجب والتانجنت موجب والكوتانجنت موجب. تعال شوف الربع الثاني، هذول ما تحفظهم بصم، طلعهم تطليع. نحط زاوية بالربع الثاني هنا. نسقطها على الكوساين. وقعت ورا المبدأ، على اليسار سالبة. سقطها على الساين موجبة. إذا في الربع الثاني هون الساين موجب. ليك لأنه إذا كان الساين موجب والكوساين سالب، موجب على سالب، سالب سالب على موجب سالب. فلاحظ كلهم سالبين إلا مين؟ الساين. إذا في الربع الثاني الساين موجب، لأنه إذا بسقطها يا يوسف تطلع فوق، وإذا بسقطها على الكوساين تطلع على اليسار. في الربع الثالث هون هاي الزاوية نسقطها على الكوساين. وقعت ورا المبدأ سالب. نسقطها على الساين محور الساين لتحت برضو سالب. لاحظ إذا عندك الساين سالب
والكوساين سالب. والطنجان شو عم يكون؟ سالب على سالب موجب. إذا بالربع الثالث والطنجان موجب. طبعا الطنجان هو مقلوب الطنجان أكيد موجب. مقلوب العدد الموجب وعدد موجب. بالربع الأخير هناك هاي زاوية سقطها محور الكوساين موجب. سقطع محور الساين سالب. إذا في الربع الرابع الكوساين موجب. إشارات الأربعة بدك تحفظهم مثل الاسم. بالربع الأول الكل موجب. الربع الثاني الساين موجب. الربع الثالث طنجان موجب. بالربع الرابع الكوساين موجب. يا جماعة بيت شعر يقول كل سنة طنجرة كوسة هاي للجوعانين هدية. كل يعني بالربع الأول الكل موجب. سنة يعني الربع الثاني الصين موجب. طنجرة يعني الربع الثالث طنجان موجب طن. كوسة يعني الكوساين في الربع الرابع موجب. بس أنا ما بنصح بحفظها لهي إلا بنصبيه الفكاهة. أما إذا بدك تعملها بالامتحان تنسى. بالامتحان بصير معك كل طنجرة سنة كوسة. أنا مخك بيكون قالب بالامتحان وتعبان. أو كل كوسة طنجرة سنة. أو في بيت تاني كنا ناخده نحن لما كنا صغار. لأن أيامنا انتبهوا الصاين ما كان اسمه الصاين. هذا دلع دلعوه بعدين لما صار بالجامعة أنا أخذت الصاين. الصاين هو الجيب. بيعرف يسكت مشان التسجيل رفقات كل عم يتابعوا. الكوساين هو التجيب. طنجان هو الظل. الكوتنجان هو التظل. هاي الأسماء العربية مدري الهندية لهذه المصطلحات. فبيقولوا كله جميلة ظريفة تحب. تنحب شو عكيفنا تنحب. كل يعني الكل موجب. جميلة يعني الجيب. شوف جيب يعني بالربع الثاني الجيب موجب يعني الصاين. ظريفة الظل ومرحلة يعني الطنجان. تحب يعني التجيب. شبه التجيب أو كله جميلة ظريفة تجملت. على كان عم يقول ومرة خليك على تبعية الكوسة أفضل. أو بالإسقاط تمام. نعيدهم. بالربع الأول الكل موجب. الربع الثاني الصاين موجب. الربع الثالث طنجان موجب. الربع الأخير كوساين موجب. هيدا اللي لازمنا بالدائرة المثلثية. لازمنا شيء تاني مهم كتير كمان. طبعا هذا الدرس لازمنا كثير ببحث الأعداد العقدية وبالهندسة عموما وبالجامعة. ما فينك تدخل أي فرع جامعة إذا ما بتعرف اللي عم تعلمه اليوم. رح ناخذ النسب المثلثية. نذكركم لا تكتب بعدين نكتب كله نصرف. الزوايا الشهيرة الحادة هن 30 45 60. نجي على القائمة هلا 90. عنا كمان 180 و270. رح نتعلم كل هدول اليوم ونعبيهم ضمن الجدول. فار رح نحط الصاين كوساين طانجان. في داعي للكوتانجان؟ الكوتانجان هو مقلوب طانجان. يلا نعمله بشان الجامعة. ماي كوتانجان ركز معي. طبعا هدول كلهم درجات. مطلوب منك كذلك تعرف شو بيقابل كل زاوية بالراديان. الثلاثين شو هي؟ بيع على ستة راديان. هذول راديان بدك تكتبهم فوق. 45 بيع على 4. 60 بيع على 3. 90 بيع على 2. 180 بيع وهذه 3 بيع على 2. الاثنين بي نفس الصفر ما حطيناه. تعال نحط الصفر تمام. وهي الصفر طبعا بالراديان صفر. الاثنين بي هي نفسها الصفر. يا أول شيء منبلش بالثلاثين والخمسة وأربعين والستين. هذول كانوا بصف التاسع. ركزوا معنا شوي لا تكتبوا الله يخليكم. افهموا لأن إذا بتفهمون ما في داعي تكتبوا أصلا. إذا فهمت راح أعمل هذول على جنب. راح أذكرك فيهم هون. بين عليك هون هالجدول الصغير 30 45 60. أحط الصاين بأول سطر والكوساين تاسع. بلا حكي شباب طبعا 30 و45 و60. أول شيء إذا بدك تحفظهم رتبهم تصاعدياً. 30 درجة 45 درجة 60 درجة.
هنعلمكم طريقة سهلة لحفظهم. بسطر الصايم تكتب 1 2 3. قلت بيعرف يسكت رجاء عشان تسجيل يطلع صوتي واضح. سطر الكوساين بالعكس 3 2 1. بنحط جذر على الكل واثنين تحت الكل. انتهى الموضوع. برجع بعيده 1 2 3. 3 2 1. جذر على الكل واثنين تحت الكل. بيكون طلع معك ساين وكوساين ال 30 وال 45 وال 60. طبعا بيضا هونيك ساين ال 30 شو طلع معنا؟ جذر الواحد على اثنين. طب جذر الواحد شو؟ واحد يعني نص. 45 جذر 2 على 2 يعني 21. وفي بعض الكتب او تحفظوها احيانا انتوا هيك كنتوا هي نفسها هيك الواحد على جذر 2 اذا بتضرب البسط والمقام بالجذر الموجود بالمقام بيرجع بيطلع معك هيك. ال 60 جذر 3 على 2. نجي على الكوساين بالعكس جذر 3 على 2 جذر 2 على 2 والنص. طبعا ال 60 وال 30 عكس بعض لانهما زاويتان متتمتان يعني ساين احدهما يساوي كوساين الاخر. صعبه؟ عيدها لاخر مره بترتبهم 30 45 60. اول سطر للساين ثاني سطر للكوساين. بتقول 1 2 3 3 2 1 جذر على الكل و2 تحت الكل. عيدها عبوده 1 2 3 و 3 2 1 جذر على الكل ومنقسم على 2. هيك بتكون خلصت من الزوايا الحاده. مو معقوله كل درس فيزياء او كل درس رياضيات نحن عم نقول ساين 30 قاعد عم شوفك عم تبحبش بالدفتر بدك تدور على ساين 30. هزل الطالب بكالوريا يعني هاي حفظهم وخلصنا بقى. بالمناسبه هن من وين جايين؟ من الرسم. شوف الزاويه 30 عين. اذا بدك تقسمها للدائره هاي مو من هون لهون 90 اعملها 3 30ات 30 60 90 30 60 90 وال 30 اذا بتحب تعملها 3 عشرات 10 20 30. فانت فينك تقسم كل ربع بالعشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90. هاي قسمتها. بدك ال 30 وين ال 30 ليه؟ ساين 30 يعني اسقط لي هاي على محور ال 30. الساين هو نفسه ترتيب الزاوية. لاحظ شو المسافة من هون لهون واحد، شو المسافة من هون لهون؟ نص. لذلك شو قالوا لك؟ ساين 30 نص. تمام؟ بس نحن عم نحاول نحفظكم هن. طيب نجي على التانجان، بنقسم هي على هي. نص التانجان شو هو؟ ساين على كوساين. نص على جذر 3 على 2، بتروح 2 مع 2، بضل 1 على جذر 3. كوتانجان هو مقلوب الطانجان. جذر 3 على 1 يعني جذر 3. مقدار على نفسه 1 هذا ما بيتغير. جذر 3 على 2 على نص بتروح 2 مع 2 بضل جذر 3 وهون مقلوب نزل ايدك وهون 1 على جذر 3. طبعا اذا بتضرب البسط والمقام بالمرافق بيطلع معك جذر 3 على 3. تمام؟ طيب خلصنا من الزوايا الحاد. نجي على الزوايا البقية بدنا نعبي هدول. هدول سهلين حافظينهم بالتاسع اغلبكم اخذ بالتاسع والما اخذهم بالتاسع يذكرناك بالطريقه. نجي على الزوايا البقيه واللي هن ال 90 يلي هي هون وال 180 وال 270 والصفر. قبل ما نعبي الجدول بدنا نسال هذه النقطه هيدا مبدا الاحداثيات 0 0 هيدي النقطة على اليمين شو المسافة اللي رايحة على اليمين؟ واحد. احنا نرس قطر الدائرة المثلثية واحد معناها هيدي النقطة شو احداثياتها؟ واحد صفر. برافو. شوفوا الاحداثيات عملتهم بحوارين ذكركم بالاحداثيات. اذا هذا مبدا الاحداثيات هي المسافة من هون لهون واحد هاي النقطة شو بتكون؟ واحد صفر. طب هي شو بتكون؟ صفر واحد. برافو لانه على التراتيب. هي شو بتكون؟ ناقص واحد صفر. هاي شو بتكون؟ صفر. ممتاز. معناها هاي النقطة شو احداثياتها؟ واحد صفر. هاي النقطة شو احداثياتها؟ صفر واحد. هادي ناقص واحد صفر. هادي ممتاز صفر ناقص واحد. أنا بخلص منك.
شو بدها تفيدنا الاحداثيات؟ استنتاج عظيم جدا. انتبه، بالواحد هو الكوساين، الاكسات هي الكوساين، والوايات هي الساين. فالان بقول لك انا كوساين الصفر واحد، ساين الصفر صفر، معناها هيدي النقطة بتعطيني كوساين الصفر ساين الصفر. الكوساين هو الاكسات الفاصلة والساين هو بالتراتيب، معناها كوساين الصفر واحد، نجي بنعبيها هون ليك كوساين الصفر واحد وساين الصفر صفر. تمام؟ شوف هي فوق ساين او اللي بيها اثنين، هيدي الكوساين وهيدي الساين، معناها كوساين التسعين صفر الاكسات، وساين التسعين من هون جايبينها. كمان في عالم ما بيقدروا يحفظوها، هيدي عكس طبعا الواحد والصفر، 90 والصفر عكس بعض لانه كمان زاويتان متتامه. دور مين هلا؟ البي. هيدي الكوساين هيدي الساين، شو كوساين البي؟ ناقص واحد. وين البي؟ هي نفسها مين هلا؟ 180 درجه ناقص واحد. ساين البي هو الوايات. دور 270، 270 درجة نفسها 3 بيع 2 راديان. هون شو الإكسات؟ صفر. هيدا الكوساين وهيدا مين؟ الساين. فكوساين 3 بيع 2 صفر، وساينه سوري لتحت ناقص. صعبين ولا كتبتهم بالعكس؟ أنا بالعكس. الكوساين بالسطر الثاني كوساين شو كان؟ صفر، وهذا ناقص واحد. مين عنده سؤال؟ شو برايكم؟ منين عم يجيبوها؟ من الدائرة المثلث. طبعا الطانجون هو ساين على كوساين، واحد على صفر غير معرض، اما صفر على واحد صفر، صفر على ناقص واحد صفر. هون شو بنكتب؟ غير معرض. بعض المصادر او المراجع بتشوفوهم كاتبين لا نهائي، يقصدوا عدد على صفر. شو بيكتبوا هون؟ يعني غير معرف. نجي هون عدد على صفر غير معرف، هون شو؟ صفر، هون صفر، هون شو؟ غير. تعلمنا إشارات الأربع، ذكرناكم بالنسب المثلثية للزوايا الحادة والزاوية القائمة والأطراف كلهم، يعني الصفر والبي على اثنين والبي والثلاثة بي على اثنين. شو كمان عندنا بالدائرة المثلثية؟ إذا ضل عندنا شيء بيمرق معنا أيام السنة. ثبت التسجيل شباب. طبعا الجهة الموجبة هي عكس عقارب الساعة، نسميه دوران مباشر. الجهة السالبة مع جهة دوران عقارب الساعة، يعني هون حتى السالب. لذلك انتبهوا هي الثلاثة بيع اثنين شباب، الثلاثة بيع اثنين هي نفس الناقص بيع اثنين. الفيزياء إذا بتتذكروا كم عم يطلع معنا الكوساين معدوم بمسائل الفيزياء، احنا عم نحل مسألة بيطلع معنا الكوساين صفر، بنقول إما فاي تساوي بي على اثنين أو ناقص بي على اثنين. من هون جايبين لأن الكوساين بينعدم هون وهون، وكنا بنختار الزاوية التي تجعل إما السرعة موجبة أو السرعة سالبة حسب المسألة. إذا بيكون قالي السرعة موجبة أو السرعة سالبة، طبعا هي بتعطينا السرعة سالبة، وهي بتعطينا كانت سرعة موجبة لأن تابع السرعة كان في ناقص. خلاصة الحكي، إذا بتكتب 3 بي على 2 صح بتكون جيت هيك بي على 2 بي على 2، وإذا بتجي هيك مباشرة 90 درجة أو بي على 2 فبدك تاخذها سالبة. شو بتقول؟ ناقص بي على 2.